الشرق ومن الغرب وكل الخل بديلك. مع ظهور الدي جي في التسعينات وانتشاره واخبال الناس عليه، اختفت فرق السمسمية من مدينة الألف عازف. ما فضلش غير فرقتين، فرقة أنغام السمسمية للفنان سيد عبد السلام وبكر حسن، وفرقة الجوهرة السمراء للفنان سيد كامل. '76 كهواية طبعاً، وجينا في الثمانين بقى، في الثمانينات، في أول الثمانينات بالظبط بدأت تبقى احترافية معنا بقى، وبدأ شغل الاحتراف. أنت من الناس اللي عاشت مرحلة التهجير؟ كنت طفل صغير؟ هاجرت كان عندي 6 سنين. 6 سنين؟ رجعنا السويس في 74. رجعت السويس، كان بدأت في أول إعدادي. انت رحتوا فين بقى في التهجير؟ فين؟ شرقية ولا إنا؟ أنا أصلا من محافظة إنا أساسا. فأول ما رجعنا السويس طبعا السمسمية، لقيت نفسي على طول رحت رايح في طريق السمسمية. كان في السويس عم كابوريا مثلا، كان في العم غزالي، مرحبا كابتن غزالي طبعا، فرقة أولاد الأرض طبعا. كان عيد الجنايني، فنان عيد الجنايني، الفنان سيد عبد السلام، فنان بكر حسن الله يرحمه. الله يرحمه طبعا. فنان سيد عبد السلام الله يرحمه، كان في الله يرحمه الفنان سمير القطوعي، فنان عبد اللطيف محمود، مجموعه كلها كانت طبعا عتاوله واكبر مني في السن. فانا بدات طبعا ايه، انا دخلت السمسميه. السمسميه كان نظامها الاول 5 وتر. فكان نظامها يعني ايه بطيء شويه، يعني مثلا ايه والله يا عيني الصالع، الشغل ايه النايم شويه. رست. فانا يعني قلت ايه، طب يعني عايز اعمل حاجه ايه تبقى ايه منفرده باسمي انا. فقلت ايه، طب ما نعمل تحديث شويه في الاغاني نفسها، في الريتم نفسه، في الايقاع نفسه. بقيت ازود الله يا عيني صالع النبي، والله يا عيني صالع. مشيت الشغل شويه. من الجزئيه دي بدا اسمي يتعلق مع الجمهور. فعلا شقيت طريق، الحمد لله ربنا كرمني. مش انا اللي اقول على نفسي ان انا بقيت نمره واحد، لا، بقت الناس هي اللي تقول. والحمد لله لغايه النهارده انا محافظ على السمسميه، لدرجه جت علينا سنين في السويس، خدت بتاع 5 6 سنين ما كانش في فرق، ما كانش في فرق السمسميه لا في السويس ولا اسماعيليه ولا بورسعيد، كانت كلها مزيكا، وكان الدي جي لسه طالع. ولكن كرم من عند ربنا والحمد لله، وكنت على مبدئي ان انا ايه مرتبط بالسمسمية ومش هغير. كله غير، حطوا الأورج مع السمسمية، خلاص السمسمية تركنت على الجنب. أنا بفرقتي بمجموعتي استمريت، وفي نفس الوقت لما بيقولوا لي طب جوهرة ليه، قلت لهم بنسيبها لبيليه لاعب الكورة البرازيلي. وانتوا كنتوا في الفرقة دي اللي أنا أعرفه كان إخواتك كمان معاك فيها. أنا جه عليا سنين كان معايا 5 إخواتي في الفرقة، وما كانش حد كمان يعرف يدخل وسطيكوا، واتنين ولاد عمي، وحوالي 5 6 منهم الجيل بتاعي كان كنا زملاء في الدراسة وفي الفرقة. يعني احنا كنا الصبح في المدرسة، بعد بالليل شغالين حفلة، شغالين فرح، عيد ميلاد. حبيتك انا قد عمري ورسمتك في الحلم قدري.
مع بداية الألفينات رجعت الروح لفرق السمسمية تاني في السويس، رجعت بقوة، وبدل الفرقتين بقى فيه 7 فرق، منهم فرقة البنبوطية اللي تأسست في 2004 وتميزت بأن كل أعضائها شباب، وما زالت مستمرة لحد النهاردة.